شاف محمد. نعم معي مكالمة شاف محمد، مرحبا. ألو ألو ألو، مرحبا بك شاف. ألو ألو ألو، شاف محمد. للأسف مكالمة شاف محمد، لكن ردي أن نقول له يعود الاتصال فقط عبر الخط 0 26 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. نتأسف الحباب اللي متواصلين معي عبر التواصل الاجتماعي، تقول لهم سيدي علاه نتأسف على اللايف اللي راه يتقطع، وذلك على بالكم باللي الانترنت شويه ثقيله، بصح معليش مازال خير قدام اكيد. راح نحليو قاعدتنا بعد ما نستقبل مكالمه هاتفيه ونروحوا للتحليه نتاعنا اليوم. مكالمه هاتفيه. حبيبه مرحبا، لاباس الحمد لله، مرحبا بك حبيبه. الله يسلمك حبيبه اختي، مرحبا بك. الله يعيشك حبيبة قلبي، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك حبيبتنا حبيبة، انت تانية محبوبة وربي يحفظك ان شاء الله. الاسبوع الاول تلقيهم في الانترنت، راهم كاينين حبيبتي، راهم البنات ربي يبارك راهم يسجلوا وراهم يبارطاجيو، معناتها تصيبيهم ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. هيا في خاطرك يا حبيبة، ما نديرش كاع الأسئلة من الأسبوع الأول، لي هذه في خاطرك. مرحبا بك حبيبة قلبي، أهلا وسهلا، شكرا حبيبتي على الاتصال حبيبة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك حبيبتنا، صحة فطورك وصحة سحورك، مع السلامة حبيبتي، شكرا. صبرينا مرحبا بك أم مرام، أهلا وسهلا بك، شرفتي اللايف. نعم بالنسبة للأسئلة راح تكون في متناول الجميع، فقط هنا الحظ يلعب دور، راح تكون جائزة مليحة وهيلة وفي متناول الجميع بإذن الله. إن شاء الله اللي يربح مبروك عليه، ونتمنى اللي يدي الجائزة اللي يستاهلها إن شاء الله يا رب، أنتم اللي كتستاهلوها كامل، بصح ما نقدروش نربحوكم كامل. على هذه راح نديروها هذه المبادرة ليلة 27 إن شاء الله، وراح تكون مباركة إن شاء الله بإذن الله في الليلة المباركة، وقولوا اللي يربح ولا اللي تربح مبروك عليهم ان شاء الله. كيما راني دايره يوم السبت ان شاء الله كذلك طنبوله عندي في المدرسه، راح نربح 3 فورماسيون ديبلومونت تاع 12 مليون مجانيه، اللي يحضروا للورشه اكيد يقراو 3 ايام، اليوم الثالث ان شاء الله رايحين نديروا طنبوله، كيما راح يتحصلوا على شهاده تربص تسلم من طرف الدوله من مركز التكوين المهني من ملكه قايد، يعطيهم الصحه وكل طاقم عمال ملكه قايد ربي يحفظهم، دائما مسانديننا ربي يحفظهم ويبقي عليهم الستر ان شاء الله يا رب. معي مكالمه اخرى كريمه؟ مكالمة هاتفية؟ معليش صاي سيبا ندير تحلية خلاص. اخر مكالمه، مكالمه ام ياسين من المنديه، مرحبا. لاباس الحمد لله ام ياسين، مرحبا بك، ربي يحفظك ان شاء الله ويتوحشك غير الخير ان شاء الله. بارك الله فيك، واكيد راح تسمع فيك، وشكرا بالنيابه. شفتي كيفاش عندك الانترنت في الدار؟ معليش غدوه نعاودو لك باسكو ما بقاليش الوقت بزاف، غدوه نعاودو لك ان شاء الله. شكرا على الاتصال حبيبه قلبي، شكرا شكرا حبيبتنا على الاتصال، جزاك الله خيرا، شكرا لكل وحده حاولت تعيط لنا وما شدتناش، نقولها مازال الخير قدام. رانو بارك الله فيك على اللي كتبعتيهم، يعطيك صحيحتك ان شاء الله وجزاك الله خيرا. نعم حباباتنا نروحوا للتحليه بالخف، خما تقول لي كريمه خلاص لك الوقت. بالنسبه للتحليه تاع اليوم هي عباره عن سلطه فواكه خفيفه وظريفه بكريمه الليمون. هنا الحاجه الاولى اللي ديريها تخدمي لا كريم سيترون، كريمه الليمون هنايا شوفي معايا واش ديري، رايحه ديري 250 غرام مارغرين ذوبيها وزيدي عليها 200 غرام تاع السكر، كاس تاع عصير ليمون، وثلاث حبات بيض على ضربه، ضربيهم مليح مليح طيبيهم على حمام مائي. وعيد 250 غرام مارغرين، 200 غرام سكر عادي، كاس تاع ليمون عصير ليمون مصفى، ثلاث بيضات نضربو مليح مليح،
انا نعاونها بشويه نتاع ملون غذائي اصفر ونطيبها على حمام مائي حتى تصبح كريمه. نديروها في الثلاجه تبرد تماما. حاضرين الفاكهه لي فروي تاعك هنايا حسب الموسم وحسب طاقتك وحسب واش كاين في الدار. حبه 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 قطعيهم قطع صغيره وعصري عليهم شويه نتاع قارص. نضيفوا لهم ربع مغارف سكر وربع مغارف ماء زهر وقرصه صغيره نتاع قرفه. نخلطوا هاد لي فخوي مع القرفه وماء زهر والسكر. من بعد واش راح نديرو؟ نشدو القوالب تاوعنا او لي غامكاشي اللي عندك نتاع الفلون ولا نتاع ليموس ولا رايحه تحطي مغرفه نتاع كريمه في القاعده، معناتها في القاعده تحطي لا كريم سيترون وفوق منها تعمري لي فروي. تبعوني مليح، ديري من تحت مغرفه نتاع لا كريم سيترون وفوقها لي فروي تاوعك. من بعد واش راح ديري؟ باقي الكريمه اللي بقات لك اكيد ماشي كلش، رايحه تطلعي معاها لا شونتيي، معناتها تطلع لا كريم سيترون زائد شونتيي تولي واحد الذوق يهبل وتولي ثقيله. كي تطلع لك ديريها في لابوش وزيني سلطه الفواكه من الفوق بلا موس نتاع السيترون ديالك، معناتها لا كريم شونتيي بودره مع لا كريم سيترون طلعوهم بيان. راها كاين طبقه نتاع كريمه الليمون ثم طبقه نتاع الفواكه ثم لا موس نتاعنا اللي نديروها في لابوش ونزينوها من الفوق بالكرز المصبر. هذه كانت سلطه فواكه بنينه بالبزاف وشهية طيبه وبربي ان شاء الله تجربوها وتحبوها. نشوفوا مع زميلتي كريمه التوقيت. كريمه كريمه شوفينا التوقيت. معليش ما بقاناش الوقت بزاف صح، معليش واش عليه. نعم نعاودوها باسكو زربت لهم شويه، راكي عارفه كريمه كي شتا الوقت تغلبني زربت لهم في كريمه الليمون. هنا اللي ما تسحقش لا كريم سيترون باسكو تتخبى، اللي ما تسحقش بزاف تقسم المقادير، تقسم بدل ما دير 250 غرام تاع المارغارين دير 125 غرام ودير 100 غرام تاع السكر ودير نص كاس تاع عصير الليمون. نروحوا للبيض، كيفاش ديري حبه ونص؟ برافو عليك، ديري حبه وصفا، حبه وصفا، نضربوها مليح مليح ومن بعد نحطوها على حمام مائي حتى تصبح كريمه. كيفاش نعرفوا بلي نحبسوا لا كويسون نتاع لا كريم سيترون؟ نشدوا المغرفه بظهر تاعها نغمسوها في لا كريم ونديروا بصبعتنا الطريق. هذيك الطريق الا تغلقت مخصوصه طياب، واذا بقات هكذاك طابت والحمد لله. كي تبرد تشد روحها. هنا نحتاجوها احنا مع سلطه فواكه باش تنتكل وتجي بنينه. ولاموس عباره عن شونتي ولا كريم سيترون. جربوها احبابنا وبربي ان شاء الله تعجبكم وتعجب العائله. نذكروا واش درنا مع بعض بيد ما نختموا، درنا مع بعض الخبز بالجنجلان بالطحينه يجي كيهبل. اللي ما يحبش الجنجلان من الفوق بزاف يقدر يدردر شويه فقط. بالنسبه للشربه درنا شربه فريك بالفريك المفور، شربه بنينه وهيله وسهله مهله. درنا معها طبق رئيسي اللي هو اروز محشي بصلصه المرقاز، واش نقول لكم واحد الروز اللي ما يحبش الروز ياكله. درنا معها كذلك حلينا قاعدتنا تحليه بسيطه اللي هي سلطه فواكه بكريمه الليمون. اكيد راح نلتقي غدا في نفس الموعد من الخمسه وربع حتى للسته كالعاده مائده رمضان. دركا ما بقى لي غير نقول لكم هادشي اللي حبيبتي كريمه باللي خلاص لي الوقت، وقتنا شيق لكن ضيق. خدمتكم في العارضه التقنيه زميلتي كريمه، ميكروفونيا سليمه يعلى. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء. صحه فطوركم.